صباحو كيفكم؟ شو اخباركم؟ يوم جديد، رحله جديده. فالزلمه ناطرني برا بس مستعجل، هلا برجع بحكيكم برا. باي. بلش نهارنا بلا قهوه وبلا شيء. تفضل جاي كان سجيد لك والله لا ما هي ايمت نازعين هاي البردايل اول توت اليوم. شو موضوعنا اليوم؟ موضوع رح نتشيل عشان. طيب شو الحال؟ شو ال انا والله فكرت بسيناريو امبارح نسيته. شو برنامج اليوم؟ على اساس نجيبه من البيت بس ما وصل هذا الموقف مع السياره. هذه قلبي دولي من وقت الحاسمه اللي هي احسن نقطه بالرحله كلها سوا وبالتصوير كله سوا احسن نقطه. انا ما جبت تليفوني بيسالوا بيش دره شو عم نعملوا دعاية اصلا ما بنحب بس ما في غيره هلا هون. لا عذابك راح تخيل شو جاب على سعادة بيت هذا كابتشينو. انا عم بقوله شو هالبهليل اللي عم صور حيرون ماسكين كاميرا مع هيدي الريش هيدا كيف افضل. الو تست 1 احمد بي كابتشينو وش تعرف الفكاوة ده بعد فون لا رايحة بسمع فيديو مطبق دابل اسبريسو فرج المشاهدين انه نحن بالجواهر مول. جواهر مول مين هو؟ جواهر مول، جواهر مول هو بفتره اللي افتتحوه فيها بال2004 كان معروف انه من اقوى المجمعات المجمعات التجاريه اللي موجوده باوروبا كلياتها، بحيث انه موجود فيه تقريبا 365 دكان بالاضافه ل 12 سينما وفي كثير من السينما صالة سينما، بالاضافه لانه اغلب المسرحيات التدقيق تتصور بداخل منه. إلا صلاتي هيدا أوضعي. هلا عم نصور أول لقطة بالمسلسل. شو وضعها؟ عجبتك لانه فيها مسبب ترى بين الزلي اهلا هون ان شاء الله سمرة ايمتى انا وياك اخر شيء بده يطلع ظريفة وصوني يطلع والله عن جد وصوني نطلع بالفيديوهات هي واحدة من برامجنا اخي اكيد كمان السياح بس انه السياح السياح المحليين والاجانب في مميز حتى السياح يطلع على يعني قبل ما تحكي عن برنامج اسكار مثلا بدي ترجي المشاهدين انه انا عم بشرب اسكار بعد طيب يلا شغل نشوف الله يلا معنا لا برلان سببه طلعنا قبل وصورنا فيديوهات باماكن فيها نشاطات ومغامرات وسياحات مختلفه مثل الطبيعه على اسف تيك 1 شمال اسطنبول والريف اسطنبولي. بالنسبة لهاي المناطق اللي حنمشوا لها اليوم هن قريتين شيلة
البرنامج مليء بالاشياء الجميله يلي رح نتعرف عليها مع بعض. تحت ما خلص حديثي، كان معكم احمد وظريف نفلامينغو في اسطنبول. في فيتو شو جبلك اخي وبي بحياتك؟ هون في اشياء للاكل كمان اكل هلا شو انا حاخذ وحده من الفاضي. شو جبلك؟ جبلك مثلي ولا في بالك شيء ثاني؟ هون مبردين مش طازه صح، ما هي المشكله صح؟ اوصل ابي شو ندن اشتنا الله بالرمي نورمال هيك والله انا كبير شكلي اخذنا الباسورد تبع الكارت نحطه احمد بالزاويه بنصلحه قتله ناخذ من الكروتايه كذا حفظني هذا حفظته صديقنا مش فاهم شيء شو عم نقول نحن بس هو عم نقول باي شو كذا هذيك وايس مش كذا ليش ما حطيته طيب لهي تبعك انت فيتو قلب نوفيت من دون بنضل بلا مصاري اعمل لي تاج لبهاء شو فيتو ورجن هاي سمرة لك سمرة هاي لك حبيبي والله لا تستوي هيك والله كيف عزلت حالك ما بدنا من بعدنا تقريبا شي 10 دقايق 10 دقايق 40 دقيقة لنوصل فرجي المتابعين انه انا عم بشرب ستاربكس بدك تشقل فيها لازم تطلع ورا او لا تطلع وراي عشان تصوره صح؟ شو؟ هو لازم انا اسوق وهو يطلع وراي وانت تسوق لحالك عشان يصورك مرة طلعت بالميتور عم صور بايد وعم تسوق بايد جنو تبعت صبنجل تبع الميتورات مبدل في فاتح معانا ما هحكي شيء هلا حتشوفوا بس تحضروا انت تحضروا يلا احضروا بس هذا المربى شعره اللي وراي اذا بحكي شيء ما بيفهم علي لانه تركي انا عربي انا لبناني حسك اول تزرق انه ما بيتحرك كانك عم تصرخ ما فهمت عليك ورا افكارك عم تمزح حوالي شو بس قبلي لا لا انه هزه انه كان هو عم يمشي هلا لما قال لي هيك بعدها بقول لك خلص عبينا عم نطول نحن هلا بفقرتنا الاولى واللي بتكون عباره عن جوله سفاري بمنطقه اغوا خلص عبينا خلص نحن هلا وصلنا فقرتنا الاولى بالرسم تبعنا بعد طريق ساعه ونص عايش الدور اول شيء كان عم تصرخ يعني كانوا في هواء عم يفوت بوجهك وفي حدا ما عم يسمع عم تعلي صوتك ليسمع نحن هلا وصلنا الفقرة الأولى بالرحلة تبعنا واللي هي داخل قرية أغوى تمام خلص نحن هلا وصلنا الفقرة الأولى بالرحلة تبعنا داخل قرية أغوى حاليا عندكم الفيديو السابع انه بصور بهيدي الشمال للبلوج وهيدي للاشياء اللي بنصور بس هلا زاد انه في عاطفه في عاطفه كيف الواقعه بدها تكون ما بعرف انا عم صور وقاعد على عاطفه والشوفير عم يحكي على التليفون ما في شيء صح ما هو هي مستشفى بدها تستقبلني سيجارتا ما سيجارتا تأمين ما تأمين واو ليك 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 واو رحلة كلها غلط عمك ابو احمد عم شوفر ورا الشاب هون خلص حكى على التليفون هلا بلا
وين وقع؟ لا مش هون، مش عليها، مكتف. كان سيارة بيعها، عرفت كيف؟ وهون بناخذ استراحة لحتى نتفرج على نهر أغوا. تفضل. طب مو عم طب مساني حاله. ليك بدفشك بس انت ما بكون معك خبر، ايه؟ وبتنزل بتسبح وبتطلع بتطلع سمك وكل شيء، تمام؟ صار المكان حلو نايس. هلا بدنا نوع. ما صار في حادث، ما صار في هلا خبير الحوادث عاطي باب يتمشتر. شو في هلا هون؟ هادي شو؟ هادي رحلة النهر؟ هي غالي رحلة النهر والساحل سوا يعني. يا هلا عمون. هلا المحطة رقم 2 يلي بعد ما بعرف شو شرح لي بس ما فهمت شو. هلا بنشوف شو هذا النهار اللي كنا فيه امبارح. مين امبارح قبل شوي؟ كاش كيش يالله باليوم؟ جروب olarak bir tane olsun. Normalde 8 kişi alıyorlar ama grup olduğu zaman 10 kişiye kadar alabiliyor. Anladım. İyi güzel. Yani ona göre. استمتع يا احمد. دايما مستمتع. والله احمد روعه. دائما لما نكون موجودين باسطنبول بندور على شواطئ رمليه لحتى نسبح بداخل منها. المكان جدا رائع، وغير هيك انه هذا المكان رائع من الاشياء اللي بحبها، يعني انه بحر وما بحر وهالاماكن، هونيك الجبل اللي فيه مناره وهونيك مناره وهذا الشيء وهونيك في جبال وهذا البحر حلو حلو فعلا حلو، حياه رائعه هون. شو عم بعمل انا هونيك باسطنبول باخر الدنيا؟ حتى هيدي ما عم تهرب، حتى هيدي هربت مني. باي على خير. جلا جلا. يلا جاهزين؟ ها؟ جاي نحن في هالوقت عم تهرب، يلا جاهزين. وهلا فاتح رح يوصلنا على تلة النسيم لناخذ وجبة الغداء تبعنا. فاتح السرير تبعي طبعا. ما
مشاهدينا، نحن هلأ بطريقنا لنشرج طاقة لأنه وصلنا لمحل عم نزلح. شو هيدين؟ عم نزلح يمين شمال بسبب أنه الطرقات يمين شمال. طبعا الطرقات الجبلية ما لازم تكون دايركت لأنه السيارة ما تطلع كتير دايركت تتعبها، فبيعملوها يمين شمال عشان يصير طلع أسهل. شو قصنا بالحكي نحن؟ مهم هلأ مشاهدينا الكرام الأعزاء والمحبين لأسامة الكرجية، بحب لكم أنه أحمد شرارة هوني بعضه. هلأ النقطة هذه الرابعة هلأ. والله 6 محطات البرنامج منير، كانوا 5 الصبح. أنا حجي هالضي في التكنيك خرجي للمشاهدين المباني مشهر ستاربكس. في ريحة مشاوي، ريحة مشاوي عم تلعب. لا بلش الطاقة. نزال أقول لك نزال نزال. يلا احكي وين رحت؟ ما شو احكي لك؟ احنا على سيرين تباوي واللي هي تلة النسيم، بهذا المكان رح ناخذ وجبة الغداء تبعنا. هذا المكان رائع، انا كمان بنصحكم فيه بس ما بعرف شو بقول لكم. شو المكان شو اسمه؟ سيرين تباوي. بتيجي تفتشوا على جوجل ماب سيرين تباوي حلوة. لك هذا المعز اللي عم ياكل هون. هلا خلصنا وجبة الغداء، رايحين على المنارة التاريخية. بعدها بودينا على البيت. خلينا نفرج المشاهدين انه بعدنا عم نشرب ستاربكس. خلينا عم نشرب ستاربكس. المحطة ما قبل الأخيرة واللي هي المنارة، وين هي المنارة؟ بعد المنارة وصلنا حاليا لأجمل الإطلالات اللي موجودة بإسطنبول واللي هي منارة شيلاتاي، واللي بدأنا نفسه قصر الدولما باشا السلطان عبد المجيد. والله أجمل شيء بالدنيا إنك تشوف هذا المنظر. ما بعرف إذا حتحسوا الشعور اللي عم حسه أنا. امسكها هيك بس كأني لعبت بالكاميرا. شوف امسكها هيك وبس. أنا برأيي إني امسكها هيك من هون. إذا بدك امسكها بإيدك هيك أحسن. هيك أحسن. عم يقول ممنوع إنه نحملها وهيك وطلع فيها بالجو. إنها أمريكا هيدروس أمنا جاهز. أنت حرية البحر تلتقي بحرية البحر. انت لما تطلع؟ ما حنزل فوبيا من التفاعات. عطي جلسة؟ والله سبلاين رائع رائع. يا رب طا عمره ما هضمه. بس هاي كمان هيك نزال طلع هيك تتذكر؟ ايه ايه تمام تمام. لك اف طا عمره ما هضمه. هنفتش على شو يا احمد؟ الله على البحيره المخفيه. اخر محطاتنا اليوم بالنسبه لهذا المكان معروف باسم ساك لجول او ولاو لاو الياسمين. طعم هاني باللبن. لا هاني فوق ورود. والله المكان روع بس الزيبلاين مش عم يطلع من راسي. كيف نخليهم يعدوها مره تانية؟ قولوا لنا الفيديو ما زبط. المهم خلينا نرجع نصور ايد يمين وايد شمال ويلا وروح. وشو شو هذا؟ اجا واحد. انا حطنا على تصوير فلوج هون ودعايه لهون. شو بعرفني انا حياتي كلها هيك؟ انا حياتي هيك. المهم يا جماعه انا هلا انتهيت من هالفيديو. خلينا ننهي هون لانه خلصنا مع شي شيء. وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا وإن شاء الله تكونوا عم ببسطكم بهالفيديوهات الرائعة. أكيد أني مهضوم جدا. فما تنسوا كمان الاشتراك واللايك والقصص والحكايات اللي بيعملون الجماعة. مهم شوفكم قريش ورد.